أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عن تمكن شركة الزيت العربية السعودية أرامكو من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. اكتشاف حقل شادون للغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى على بعد 180 كيلومترا جنوب شرق مدينة الرياض. اكتشاف حقل شهاب للغاز الطبيعي في الربع الخالي على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب حقل الشيبة. اكتشاف حقل الشرفة للغاز الطبيعي في الربع الخالي على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب حقل الشيبة. اكتشاف حقل أم خنصر للغاز الطبيعي غير التقليدي في الحدود الشمالية على بعد 71 كيلومترا جنوب شرق مدينة عرعر. اكتشاف حقل سمنة للغاز الطبيعي غير التقليدي في الشرقية جنوب حقل الغوار على بعد 211 كيلومترا جنوب غرب مدينة الظهران. الحمد لله، اللهم زد وبارك.